هيا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هنقضي كده اليوم كله مع بعض. حبيت بس اول حاجه كده نبدا بيها اليوم ان احنا نعمل قهوه نفوق كده شويه. هي الدنيا لسه، عايزه اقول لكم يعني الساعه 6 الصبح، ف يعني لسه بدري قوي. فبما اني صاحيه بدري كده قلت اتنشط ونبدا اليوم. بصوا، انا بستخدم البن ده بتاع ابو عوف، وسط محوج ومكتوب عليه هنا خلطة ابو عوف. ده احلاهم، مش تقيل قوي، يعني مش تقيل قوي فحلو. في واحد برازيلي كده بيبقى صعب شوية. تعالوا بقى على ما القهوة كده تتعمل، ندخل بقى على ما القهوة تتعمل هطلع بس فرخة من الفريزر عشان تفك، عشان نعمل الغدا النهاردة. وبصوا ورانا يوم طويل ومشتريات وحاجات كتير قوي. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومستنية رأيكم في الكومنتات، عايزين فيديوز ايه تاني. ف خليكم معانا. هنا هبدأ اجهز الغداء. غسلت الفراخ كويس قوي، انا بشيل جلدها علشان بصراحة مش بحب الجلد قوي، وبحس انها كده صحية اكتر يعني. طبعا المية كانت بتغلي، بس انا عشان كشفاها بقالي فترة على ما حطيت يعني الفراخ وبدأت اصور. هنا بقى البهارات اللي بحطها للفراخ، عندي ورق لورا وحبهان باودر وحبهان كامل ومستكة وملح وفلفل. بس هغطي عليها بقى ايه لحد ما تستوي، وطبعا يعني في نص الوقت كده بقلبها ونكمل كده بقى الغدا مع بعض. هنا بقى انا بمسح بالمساحة دي بتاعت وايت، بصوا خطيرة. وده الوايبس بتاعتها حلوة جدا. وألذ حاجة ان الارض بتكون مش مبلولة وبتبقى يعني على طول كده ثانيتين الارض ناشفة. دي طبعا بتاعت كل يوم كده، ولو مثلا عصير او مكان الاكل حاجات كده بسيطة، وطبعا بيبقى مرة ومرتين بقى في الاسبوع بالمية كتير وصابون وكده. هنلمع بس بقى الارض. انا حبيت بس اوريها لكم، وهي بقت في كل السوبر ماركت دلوقتي موجوده، وسعرها يعني معقول، فرنج 300 جنيه تقريبا او 300 وحاجه بسيطه يعني. تعالوا بقى كده اوريكم شويه مشتريات جبتهم بما ان الصيف دخل، وبحب اعمل ديكور كده جديد في البيت واغير شويه من البيت يعني. فكمان حبيت ان انا اجيب حاجات خضره كتير. فبصوا جبت كده الزرع ده على ستان. بصوا شكلها حلوة جدا وهي محطوطة. انا جايباهم عشان عايزة اعمل بيهم ست كده على بعضه واشوف هيطلع ايه. وجبت الصغيرين دول، دي جايباها ب185، دي ممكن تكون غالية شوية بس عشان ستاند معدن وبورسلين. جبت دول كمان الواحدة ب35، بس بعد ما رجعت كده فكرت قلت بتوع ايكيا احلى، لان دول بورسلين لو وقعت هتتكسر. بتوع ايكيا طبعا يعني بلاستيك في بلاستيك، فمهما وقعت او كده ما بيحصلهاش حاجة، وبغسلها وبصوا يعني بعمل فيها كل اللي انا عايزاه. حلو جدا يعني بتوع ايكيا. كمان جبت دي، بصوا انتوا هتلاقوا ان هم كلهم تقريبا جولد، ابيض وجولد، عشان انا قلتلكوا عايزة اعمل سيت اب على بعضه فيكون شكله حلو. دول انا جايباهم بصراحة عشان عايزة اعمل ديكور كده في الحمام، ف
فطبعا هعمله معاكم في فيديوهات جاية. وتعالوا بقى نكمل كده. بصوا انا جبت حاجات كتير عشان اغير، وطبعا انتوا عارفين برضو عشان التصوير فبيطلع شكلهم حلو قوي. بصوا كده بقى، يعني كل الحاجات تحسوا الصيف جه. ده مج كده كيوت قوي، فراولة. وبصوا يعني ممكن احنا نستخدمه كده كمج، وممكن احنا لو شلنا الكفر كله يكون زي بوتل كده، او يعني جردل صغنون نحط فيه تلج، نحط فيه فراولة. ده كان ب165، وطبعا بقى الميلك تشيك الفراولة والحاجات دي هيطلع تحفة. واصلا في مفاجأة هعلن لكم عنها قريب جدا لكل بقى اللي بيحب المشروبات دي، بما ان الصيف دخل برضه. طبعا اللي متابعني عارف ان انا بحب الستايل التركي والحاجات التركي، فبرضه هنا ده اللي هو المفرش بتاع الصواني، فجبته كده بيطلع في التصوير حلو جدا، وفي التقديم بيطلع بصوا يعني خطير قوي. نعمله مثلا كده ونحطه على جنب الصينية، ونحط عليه كرواسون، نحط عليه سميد تركي. بصوا بيطلع بأفكار حلوة كتير. طبعا هتلاقوها نازلة برضو على القناة وعلى الانستجرام بتاع القناة. والمفارس دي مش غالية، تقريبا فرنج 50، تقريبا كان ب50 جنيه، بس بيتغسلوا ونستخدمهم كذا مرة. كمان جبت البولة دي حسيتها شكلها كيوتة قوي، اكريليك، فحلوة لفاكهة او نقدم فيها فروت سلطة بما ان الجو حر، نقدم فيها مانجا متقطعة، فواكه كده هتطلع حلوة قوي. وانا في المحل لقيت البولات دي ولقيتها مش غالية، وانا في المحل لقيت البولات دي ومش غالية، ده حجمها وطبعا بغطا محكم. فدول بيبقوا حلوين قوي بقى لو عملنا مهلبية، عملنا رز بلبن، الحاجات اللي ممكن نعملها وندخلها التلاجة، يعني بحيث انها تبقى متغطية بغطا محكم وشكلها حلو ومتناسقين. دول كانت الواحدة ب25 تقريبا، بس ازاز تقيل ونظيف قوي فجبته. ودول كمان هما البرطمانات اللي بتبقى زي اكياس كده لوك ان لوك، بتقفل مع نفسها، فجبتها برضو لحد نازل الشغل، نازل تمرين النادي او كده، حلو ان احنا ناخد فيها شوية مكسرات، سناكس، حاجات كده بتبقى ظريفة قوي. طبعا الحاجات الداك دي نازلة، بصوا مش قادرة اقولكوا كل المحلات مليانة بالحاجات دي. فجبت الفرشة والجاروف الصغيرين دول، ساعات كده بيبقى في اماكن ضيقة عايزين نعملها، او يعني حاجات مش تراب قوي بس عايزين ننظفها، فحاسة ان هي تبقى عملية قوي معايا في التنظيف. جبت كمان القالب دي من زهران للتلج، دي كان تقريبا ب20 او 25. واللطيف ان هي برضو ليها غطا، فبحيث ان احنا لو حطينا اي تلج او ليمون او ايس كوفي مثلا واحنا عاملينها، بس بتتقفل وما تاخدش بقى اي ريحة او اي حاجة من الفريزر عندنا. جبت كمان القطعة دي، حسيت ان هي تطلع كيوت قوي مع السمبوسك المدورة او باف باستري او كده، ان احنا نقطعها تطلع شكل قلب، فحبيتها. ودي كانت تقريبا برضو ب25 35 حاجة كده. دي بقى بقية البولات البينك اللي انا جبتها، انا جبت 4. بصوا كيوت دي علشان البيض، ومن هنا رفيعة فتقدر تشيل من اي طاسة يعني.
حسيت شكلها كيوت قوي فجبتها عشان اغير كده ايه جو. بس هي اغلبها حاجات للبيت بس فعلا تحس انها مديه جو كده. جبت كمان الحرف ده والساعه للاوضه عندي، عايزه برضو اغير الديكور كده وادخل شويه الوان بينك اكتر من صيف كده، تحسوا الالوان بتدي روح حلوه قوي. ودي بصوا بقى انا عايزه اقول لكم الفكره الخطيره اللي هنعملها بيها في الفيديو اللي هنغير فيه ديكور الحمام دي، اللي هي فيها رسائل كده ومفروض كوره بتنور، بس طبعا انا هستخدمها استخدام تاني، فيعني مستنيه قوي ان انا اعمل لكم تغيير الديكورات ده ونشوف الافكار كده مع بعض. دي كانت تقريبا ب15 جنيه حاجه كده. كمان جبت الطقم ده للليفنج عندي، بصوا حسيته كده راقي والوانه هاديه. هو بيبقى اتنين فازه، اتنين فاز كده بالشكل ده، ومعاهم طبق صغير نفس الرسمه وبيتحط على ستاند. بصوا شكل الست مع بعضه، فحسيته هيبقى حلو قوي في الليفينج، هادي مش الوان قوي وفي نفس الوقت شكله راقي كده وكيوت وحلو. كمان جبت بقى اخر حاجة كده، جبت بقى ورود، بصوا حلوين جدا وبيفرقوا جدا في شكل البيت، بيفرقوا جدا في التصوير. لو انتوا بتحبوا تاخدوا صور تقدروا تعملوا بوكيهات كده، بصوا بتطلع يعني لو فازة طبعا بس مش مرسومة بقى وحملته كده بوكيه حلو قوي، بصوا بجد بهجة وتحسوا الصيف والوان وحاجات لطيفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واخدتوا فكرة كده عن المشتريات. الطقم ده ب250 جنيه، وتقريبا دول الواحد 30 تقريبا، طبعا بيفرق على حسب شكل الوردة وحجمه والماتيريال يعني مش بلاستيك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي.